ليبيا ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا. وفد من الخارجية الأمريكية التقى مؤخراً قائد الجيش خليفة حفتر للإعراب عن القلق من التدخل الروسي في الشأن الليبي. المسؤولون الأمريكيون اتهموا موسكو صراحة باستغلال المشهد الهش في ليبيا لمصالحها الإقليمية. تخوف جاء بعد تقرير لنيويورك تايمز كشف دخول نحو 200 مقاتل روسي من مجموعة فاغنر بينهم قناصة إلى ليبيا، إلا أن موسكو نفت هذه المعلومات مؤكدة أنها تعمل بما يخدم مصالح عملية السلام في ليبيا على حد وصفها. رغم النفي الروسي، تدخل موسكو في ليبيا تأكد مرات عدة، آخرها على لسان المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري الذي أشار في مقابلة تلفزيونية إلى وجود عدد من الفنيين الروس لتقديم الدعم الفني للجيش في سلاحي الدبابات والمدفعية. برز دعم موسكو لحفتر في يناير 2017 حين أرسلت حاملة طائرات روسية قبالة ميناء طبرق شرقي البلاد، حيث اجتمع حفتر مع رئيس أركان الجيش الروسي لمناقشة مطالب تزويد الجيش بأسلحة روسية نوعية. اللقاء جاء تتويجاً لزيارات حفتر الثلاث لروسيا والتي كان أولها عام 2016. في أبريل 2019 وقفت روسيا في وجه قرار لمجلس الأمن الدولي يمنع حفتر من التقدم نحو طرابلس، وطالبت بأن يحث بيان المجلس جميع القوات في ليبيا على وقف القتال. الولايات المتحدة بدورها كانت تعمل على دعم العلاقة مع حفتر، حيث اتصل به الرئيس دونالد ترامب وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به في محاربة الإرهاب قبل أن تصدر دعوات أمريكية بوقف العملية العسكرية التي يشنها الجيش الليبي في طرابلس.